أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام يوسف عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين ستر المسلم قفك مسلم كاها وعورذي صلى أسطر وحيك يمد أخرجها الناد والحارث عن الشعب أن رجلا بأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إن لي ابنة إن لي أنا وحن لي ابنة كنت وحانها أنا وأتها في الجاهلية جاهلية دي أيام رلكو آسي هذا نفس تخرجناها وانصارنا قبل أن تموت انتينا دمان كهر أيان سو سارني فأدركت معنا الإسلام إسلامي متكين ويسو قادي فأسلمت فلما أسلمت أصابها وحاقود عبر قوارد هدنا حد من حدود الله تعالى يعني الدم بيقود عضي إن حد حدود دواوين كمدة الدم بيدي حد كلان الدواء الدم بيدي الدم بكستي حد ملي الدم بيدي قارن بحد لي مرك دميان حد كلام مد كم ذا يكون دعائي، فأخذت حقعة شفرة من دي لتذبح نفسها سيسوق جورع ذو سد الشوم، فأدركناها وانبت بادي الني، وقطعنت يدي أردا وعذي بعد أوداجها حيد دلن ودج وحلل حيد دلن، يا هل بولياش ناح، هل بولهم مره مكان مر؟ كون ده كل الجورع يلا جوي ناس محل هذا هم جوري جن حيدان أكتي ساهي مد قار كمل هاي جو جوي سما دد الله يسي قال وقطعت بعض أوداجها فداويناها وندوينا حتى برئت إلى إبوكستي نعم فداويناها وقد قطعتها صح وقطعت وكان صح وقد قطعت ويجوي سي بعض أوداجها بيقويسي فداويناها حتى برئت ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة هذا نكذب ويتوبة كنتي توبة حسنة توبة ونكسا توبة حسنة يوقف كدن بيقمر كده فراها كقاضو توبة النصوح هي حسنة وإسلام معنى يعني توبة حريض أهم وهي يدين ألان تخطب إلى قوم ضد بالغة صدوني تخطب ولا طلب إلى قوم دد بالله دونيا فأخبرتهم محان أشيغي دد كان أنا أنسيحين هيا من شأنها أحواشي دي هنا كشيكي بالذي كان أحواشي قبل أن دونيسا سماها سايي 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 دا أحواشي دي من عدي أحواشي سمر كان عمر أشيغي فقال عمر باير أتعمد موحاد أقص ديسا إلى ما ستر الله وح إلهي أو أستري وقريي فتبديه مركز أدق الظاهرين هيسا وح إلهي قريب أدق صوم موجن هيسا والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس قفدا بها داد قبر دا أحواش هذا أشيكتو لا جعلنك وحنكو حكم يندوش هذا يالي أنك كان عقاب عقاب لغو عبرقاتو أيان دوش هذا كحكم دونا عقابته سنكارا عبراء النقطة لأهل الأمصار والدمض أوردن بل أنكحها بعمر كوري قبل قوري نكاح العفيفة المسلمة سيدا قبل عفيفة هم وري قد بحمان كل دعين سيدا لورد سون أوردس وحمان تيدي هوري أحواش يدي هوري يبدأس عدنها وشيكين مركز سطر المسلم قفك الدوح انتو كل دعي كتوبة كياني والله أساهم لما شك شيئهم كذا في الكنز مرك أحوالها إنسان صور دافني إن الدعان أحوالنا عن وكلاء الجواد نروح عن وكلاء كل دعاء الدرس بيقطها يومضة أولًا إلى قيام الساعة مرك الصحابة رضي الله تعالى عن وقت قاضي هديد سيد أبو بكر وعمر الله ولا نقول لها نبأون قلدمين وطريقة الله ولا توسنا لها تددك كدم بيا إلى قيام الساعة إيمان وحي قلط دعاء أما قف دعاء أما حمان دعاء دي مثال لما هلين تصالي مركب بقول كاسنين وقتك السحابة النبي قلط كان وحيو دعي إله حكمت بكالها
xikmadda kale waxa waa maxay si aan inaka maanta ugu cibro qaadano imika xawaashan maanta maxaa jiguti kaga badan haddii imika xawaashan ayna dhacdo waqtiga Abubakar gabal min saa u dhacdeen inaka maanta maxaan ku cibro qaadan lahayn dee wax ma jira aan mithaal ka dhigan lahayn ama tusaale marka markaad aragto qof wax dhacay waqti saxaaba ama xumaan qof ku dhacay ama qisadii xali Cumar oo kale maatan dad wax cabaya ha la yaabin waa cashir ilaahay uu ummadda u dhiyo iyo qaanuun iyo xeer ila qiyaam saaca ummadda loo dhigayo wa ilaa ummadda mayna hesheen si ay khilaafkeeda u xaliso khilaafkii saxaabada dhexmaray dagaalkii saxaabada dhexmaray macnuhu waxa weyn hadduu dagaal idin dhexmaro sidaa ay u daweeyeen u daweeya hadduu qof qalad ku dhacasaay u daweeyeen u daweeya وعند سعيد بن منصور والبيهقي عن الشعبي أن جارية با فجرت قبل با فجرت نقطي يعني حمام بكور دعضي فأقيم عليها الحد بلغو أوغي ثم إنهم أقبلوا مهاجرين إنهم قبل با أقبلوا مهاجرين يقو مهاجرين هبي مادين فتابت الجارية با توبت كنتي فحسنت توبتها فكانت قبل فجرت نقطي با تخطب ولا طلب إلى عمها adeerkeed baa laga doonay fayakrahu wuxuu karahay odagii an yuzawijaha xataa yukhbira mima kana min amriha isagoo malaha dee nasiixiya daacad ka tahay buu yidhi wuxuu nacay inuu gabadhii guuriyo ilaa uu warkeedii sheego wajacala yakruhu haddana wuxuu karahay dhan kalena an yufshiya dalika calayha marka laba daran mid dooraba nuqto muxuu yidhi gabadha haddaan dadka u sheega axwaasheediina warkeeda faafi haddaan qariyana de malaha khiyaano ku dhacay oo kale فذكر أمرها لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال زوجوها كما تزوجون صالحي فتياتكم قبلها من وناكسين عفيفات كساد الاستان أوليسا إنك نحواش نكون أداد أركتو أم قفا يقبسة تصدى أون أغشيك وحي اشتغن عفو الله عما سلف ما أنت أنشي كذا كقاد كذا في الكنز وأخرج البهقي عن الشعبي قال حير جاءت امرأة إلى عمر فقالت يا أمير المؤمنين إني وجدت سبيا حالك ويلير ووجدت حالك قبطية مرا قبطية ومرا قبطية مصر لقصة سمين جري فيها وحا كل جري مرا مئة دينار والمير وضد الله صور دقي حامان تتاك بضن المير وضد الله صور دقي مرا ير بقول دينار لقو قنتين والا دول دقي أنا ما دحيس على دقي أنا أكتيس فأخذته كيرا بان قاضي واستأجرت له وحان لعكتي لدل لقينا أن أقو إيجاري ونشقال أقو قبط ذئرا مرضعة إسلام مرضعة ذهبان ياري مركزا أسو إيجاري وإن أربع نسوة أفرنا قد با يأتينه مردا بإلمير مركو كوري أفرنا قد با أيمادا ويقبلونه ويدنكان لا أدري أيتهن أمه لكن تيبه يديها مقرن هيو فقال لها عمر باب حكيرين إذا هن أتينك فأعلميني مركي كوي مادين ماركتي سوء بيسي ففعلت سيدي بسمين سيف فقال لامرأة منهن عمر باب أي من أفرتي وجوغ مكاسو كيري أيتكن أم هذه السبي فقالت عمر باب قبر بوقفت مكاسو كيرين يا دلي فقالت قبل إلمها حنانين هسيبا وحيتري والله ما أحسنت عمرو ماذا نهجا جينين أرنت ولا أجملت من أذن قرحنين يا عمر تعمد إلى امرأة ستر الله عليها فتريد أن تهتك سترها ما إسلام إلى هي أستريبا تريد أذق وحدون إسا أن تهتك إن يعني اد فيدو سترها يعني حجاب كي لها دلقي قال عمر وحور صدقت ثم قال للمرأة بكير إذا أتينك فلا تسأليهن عن شيء ده برد مكوي مدين ناقنها وريسا يا الله شيء حقو كي منها ورن وأحسن إلى سبي إلى سبيهن المهير نواناجي ثم انصرف عمر مركز في إسك السعودي رضي الله تعالى عنه كذا في الكنز وأخرج عبد الرزاق عن صالح بن كرز أنه جاء بجارية له أيو كان أدون زنت زنيستي وأدون زنيستي إلى الحكم بن أيوب أكاني قال وحير صالح
فبينما أنا جالس إذ جاء أنس بن مالك بايمد فجلس مرقسو فريسي فقال وحير يا صالح ما هذه الجارية معك وأم حق قبل يلا أدونت هذا وداي قلت جارية اللي بغت والجارية يرون بغية نقطة زانية فأردت أن أرفعها إلى الإمام وحان دوني إن أكر يلو إمامك إمامك نوايا قاضي ليقيم عليها الحد فقال أنس بايوري لا تفعل رد جاريتك واتق الله واستر عليها قلت ما أنا بفاعل ما أستري قالوا حير لا تفعل وأطعني فلم يزلمون أنس كزول يراجعني حتى رددتها كذا في الكنز بركة حمينتنا حمان مركة يدعضه السلهان باقصة هي قصص كلا أسوس عضا وردن وقفك فاحشة كل دعاء سيدا أسأل كيه وقفك وإنو إس أسطر عدنا آذن إسو الشيغن دادكي أغادينا إنا الشيغان معه وحانا كراها أها قفك إني لقارسي أيو قاضيقا أما الدولة دي بدأ إن لو الشيغ ومركة دو حكم كي إلهي كو حكم يسواح لكن مهرد دي أرنتو قاضيقي قادو إمامكي أي قادو وحاران أساقو إمامكو inu kan noqdo ee intayna imaamku gaadin qaadiga deentina gaadin ay arintu dawladeed mar laakiin hada asaga gaado ma banana wa akhraja abu daud wa nasai an dukhayn abi al-haytham katib uqbata ibn amir qala huwa qultu li'uqbata ibn amir baniri inna lana jiranan balayna yashrabuna al-khamra jarban lana hayo khamri bay aban hagee ku abana gurigiisa dhaxday ku aban منكر كنا مركو الظاهر يهيدا أمد دعي ولا أركيسو مركو يجب الإنكار لكن قفك هدو قرسان هايو دبا قل مرسان حالة سوى دافني إن لنا جيران يشربون الخمرة وأنا داع لهم الشرطة الشرط شرط يعني هم كانوا شرطة شرطة بوليس كنا نقارنو أيان أغو يرى يورانو يعني الدولة دان جارسين هيا إمام كان جارسين سيحات كلو قاضو ليأخذوهم سو قبطان كذب نحدك وجوه جان. قال عقبير لا تفعل ورسلها السمين وإمام كه جارسين هي الدولة ده. لكن ما حي السمين وعدهم واني وهددهم نارت إيا آخرنا يعني وجوه هدد كعب سجلي يعني وعد يوانا ولطك. هجارسين الدين مركز دي دولة هدية يجي شرطة الله جار الدولة دي جار خلاص واحد مركزين. قال عقبير إني نهيتهم فلم ينتهوا. وأنو تغيوان وانية وحبيب قادم وين وأنا داع لهم شرط ليأخذهم فقال عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة قفك عورة أسترى عورة أسترى أما تو الدنيا هالنقطة تو بشر هالنقطة تو حتى الدم بيقفك أنت وقلي إلهي أوقيها ودي لكن تكتي قفك أسترى بشرط لكن عورة أسترى وينها أنت الظاهرة ده ظاهر ده ضدك دي عندها قوة لقبانية انت سوى قوني فكأنما قفك سوحو اللمدة من سطر عورة فكأنما استحيا قفنو ليجيب اللمدية هاي موؤودة ناك نولو آسف في قبرها قف انت قبر لغور هذي اما قبر اللو ديارين هي ان لغور هذي قفنو ليجيب بذيب لأجري هاي كذا في ترغيب وقال رواه أبو داود والنسائي بذكر القصة وبدونها وابن حبان في صحيح واللفظ له والحاكم وقال الصحيح الإسناد قال المدير رجال أسانيدهم ثقات ولكن اختلف فيه حديث محال اسكو خلاف الرفعتي سي إرسال كيسة على إبراهيم بن نشيط اختلافا كثيرا وأخرج البخاري في الأدب عن بلال بن سعيد الأشعري أن معاوية أيا كتب أقري إلى أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما محوكو يري معاوية أبو الدرداء معاوية أبو الدرداء كويري اكتب إلي فصاق دمشق مقالة دمشق بدقنا أبو الدرداء يوم بل فاسقين تم مقالة دمشق دقن ليس كوضا إيكن فقال أبو الدرداء محوكو يري مالي وفصاق دمشق ومن أين أعرفهم بل أني فاسقين تره دمشق محانا كالقالي وأنا سهلكين كالقرن هيا فقال أهدنا أبو الدرداء ابنه ويلكيسي بلال ابنه بلال هذا أبو الدرداء بقول كيس بلال بكويري فقال ابنه بلال ها بلال وين أبو الدرداء هذا وحويري أبيه بكويري أنا أكتبهم أنا سوق ريا فاسقين
فكتبهم ليس بسود دياري قال أبيه بكوير أبو درداء من أين علمت هل كيدك أغاتي ليس كان هذا نمحو كوير ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم اللي فاسق ده شمبر بشمبر كيسو رضو الأمركة فاسقين تمحاكو براي أدو هادادا كم إذا هين هذا نمحو كوير ابدأ بنفسك أنا وحلق من ليس كان فاسقين تدياري سأدقو أول كأهر رأي النقاض وهي هذا فاسق هين فاسقين تمعان تضم بعض مبارتين ولم يرسل منيب دردادر بأسمائهم وأخرج ابن سعد عن الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان في بيت قريب كجرة ومعه جرير بن عبد الله أي الله جوغي فوجد عمر أركي ريحا مجلس بالفردية فردية مركب أوريا أرقرمون نقص أركي أرقرمون بأروري يؤريي عمر فقال عمر بير عزمت وحان كداري إلهي على صاحب هذه الريح قفك نقص كسوا بحي وحان إلهي كداري لما قام فتوضأ يعني إلا قام وفتوضأ يعني قفك نقص كان لو سيو كعسو ويسيسو فقال جرير بايري يا أمير المؤمنين رأيك الوسي وضيا كعيا أيا وتوضأ القوم جميعا انتو قفك علها أنا وحيالا قمير الددك جبي إنان سو لو يسيسنا جماعات كدن فقال عمر بايري رحمك الله نعم السيد كنت في الجاهلية نعم السيد أنت في الإسلام كذا في الكنز الرأي في عمد السيسبيل قف ولالك أهو الرأي في عن إن هذا الشيء الله صاحب طريقة قالت نوان نعم النعم الله بك متأكدا في الكنز قال عليه رحمة الله تعالى السفح والعفو عن المسلم قفك مسلم كأه السف يعني وعرافتان إيه والعفو ناس كعفد عن المسلم قفك مسلم كأه المسلم نوايو علماء حيقول مسلم هذه أشياء لقلي إما كمسلم حاكو جرة ال يعني وحال هذا أشاس وللجنس يعني ومسلم كستا يعني كل مسلم بكردين تاي سواء أما مصلحة هذا إذن كرده حيث يعني إذن كرده حيث جماعات كاها النقضة يونا جماعات كاها النقضة مربها دول لا إله إلا الله ليه محمد رسول الله فهو مسلم حقا نوكو ليه أخرج البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير بن درئي والمقداد فقال نبي حري انطلقوا سعد حتى تأتوا إلى أدجادان روضة خاخ ماشي خاخ ليرى هذا بيرتر خاخ ليرى كل كالجادة فإن بها هلك وحج وقضى عينة إسلام أو سارن هودج كل حجرت معها كتاب إسلام تاسي وراق بيوضا فخذوه منها كسوق هذا وراق دا يا نبي قول شيء إلهي جل وعلا فانطلقنا وانسعنا وتعادى بنا وحان لا أردنا لا عيما دي خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالدعينة إسلامة من جارني فقلنا أخرج الكتاب سوس الرسالة الوضو فقالت ما معي أنا وح وراقها وضعي مجرت هدنا وحي أقادين إن النبي قول بين شيء عليه السلام فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب أما وان كقاوين هنا من ملبان كوب بارينا أما وصوصاري بوكا وعي هذا النبي قوين عليه السلام قال حيرو كوكا قوات ناكتي عركت رجع عزيمة دودي فأخرجته وراغ دي بسوصارتي من عقاسها تمها لحظوة عقاس واتمها نيسد عمر مرانا طولان تمها تدع لحديث وراغ دي كسوصارتي فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم بان أكين الرسالة ذي فإذا فيه وحبا كتا لوراق دا منا ينفرن نبي قهرتي من حاطب ابن أبي بلتعي كسعوتا إلى ناس من مكة ويكسعوتا من المشركين يخبرهم وحقوا الرمي ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسالة ذا وحاق سيدنا إيهيد وكتا لبان صدر بيهان بحق هوستا سقال أما بعد يا معشر قريش فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم وإذن يمد بجيش عيدا بإذن الله يمد كالليل سيدة همين كأكل مدو مدو محقا لكي يعني فربضا يسير كالسيل سيب عيدا كو سعلانا سيدة الدادك فوالله لو جاءكم وحده لنصره الله هدان هدو كرغي إذن الله هدو كرغي إذن من الله لا يعني ولو غرغري وانجز له وعدهم فانظروا لانفسكم والسلام انت سكت لوراق
macnaha guudna dee saxaabigani suu isaga xujadiisa imika waan arki doonaa, wuxuu yiri wargelinhayo inuu nabigu ku soo socdo isagoo ciidan wata. Qala faqulna latukhrijanna alkitaba aw lanulqiyanna thiyaba qala fa akhrajatu min iqasiha fa ataina bihi rasulullahi sal allahu alayh wasalam fa ida fihi min haatib ibn baltaa ila naasin bimakkata min qurashin yukhbiruhum bibacdi amri rasulillahi sal allahu alayh wasalam faqala ya xaatibu, nabiga ku yiri ma hada ruuxani waa maxay, maaday khaa'imaysaa? saxaabiga wuxuu yihi faqaala yaa rasuula allahi laa tacjal calaya innii kuntu, marka cudurdaarkiisu imika bayaninaya, innii kuntu waxaan ahaa imra'an, qof baan ahay buu yihi anu, mulsaqan fi qurayshin, anigu quraysh baan ku yaani ku dheganaa. Ku dheganaa wuxuu ka wadaa yacni waan ka tirsanahay quraysh, laakiin de asalka ka mid ma ihi, ee mulsaq waan raacsanahay, yaani waan raacsanaa uun mooyaane asal quraysh ma ihi. yaquulu kuntu xaliifan baan ahaa, walam akun min anfusiha, laakiin de qalad ma ihi buu yihi anu, laakiin de waan ka mid baan ahay. wakaana man macaka min almuhaajiriin, dadkan kula seexday faraha badan ma aragtaa, man lahum qaraabaatun, dad ba meesha qaraaba iyo kule oo quraysh asal ahaan ah, yaxmuuna biha ahliihim, dadka quraysh ayaa iyaga ehelkooda u ilaalin, wa amwaalahum bay u ilaalin, fa axbabtu waxaan jeclaaday, idaa faatatnii dalika min annasabi fiihim, mar haddii dee anagu aan mulsaq ahaa oona dee asal ahayn, waxaan jeclaaday inaan ka samaysto iyaga, an attakhida cindahum yaddan, inaan dee nicmad iyo bal macruuf aan samaysto ehelkayga iyo hooyadiida halkaa joogta lagu ilaaliyo. yaxmuuna qaraabatii walam afcalhu irtidaadan can diinii, waxaas laakiin ridayga maahim rasuulka ilaahay, walaa ridan bilkufri bacda alislaam. faqaala rasuulu llahi sal allahu alayhi wasalam ama inahu qad sadaqakum, run buu sheegay buri. faqaala cumar bari yaa rasuul allahi dacnii adribu cunuqa hada almunaafiqi, munaafiq weyaane qoorta maka gooya. faqaala wuxuu yihi nabigu calayhi salaam inahu qad shahida badran wamaa yudrika, maxaa ku ogeysiye, lacala allaha ilaahay italaca inuu eegay calaa man shahida badran, faqaala icmaluu maa shi'tum faqad ghafartu lakum. cumarow maxaad ka ogtahay badrina sidaa lagu yidhi. فأنزل الله سورة بولا سودان يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء, أصحابها كي يلننا, إلى قوله تعالى فقد ضل سواء السبيل وأخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجه, وقال الترمذي وحسن صحيح كذا في البداية, وعند أحمد من حديث جابر فذكر الحديث وفيه حديث كم حكم إذا قال الحير أما إني لم أفعله غشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفاقا قد علمت waanu ogaa ana allaha mudhhirun rasuulahu, inuu ilaahay rasuulkiisa soo daahirin, wa mutimmun lahu amrah, arrintiisana uu dhammaystiri, hayra annii kuntu hariiban, waxaan ahaa qof hariiba, bayna dhahraanayhim, quraysh dhexdeeda hariib baan ku ayaana ka mid maahayn, wa kaanat waalidatii macahum, maca quraysh, fa aradtu an attakhida yaddan cindahum, faqaala lahu cumar bali alaa adribu ra'sa hada, faqaala nabigu wuxuu yihi ataqtulu rajulan min ahli badrin, min ahli badr cumar uu dilaysa, wamaa yudriika lacala allaha qad italaca ila ahli badrin, faqaala icmaluu maa shi'tum. tafarada bihada alxadiidi min hada alwajhi alimaamu axmedu wa isnaaduhu cala sharti muslim kada fi lbidaaya. waqaala alhaythamiyu wuxuu yihi رواه أحمد باوري وأبو يعلى ورجال أحمد رجال صحيح انتهى, وأخرجه الحاكم أيضا كما في الكنز, وأخرجه أيضا أبو يعلى والبزار والطبراني عن عمر قال الهيثمي ورجالهم رجال صحيح انتهى, وأحمد باوري وأبو يعلى من ابن عمر رضي الله عنهما, ورجال أحمد رجال صحيح كما قال الهيثمي, قال عليه رحمة الله وأخرج أبو يعلى عن أبي مطر قال رأيت عليا بن أركي أتي برجل بقول لكن أتي مذكر معنى سنت أتي برجل من بلوك يعني, فقالوا إنه قد سرق جملا, نك ما ركت عليه أوربو حضي. faqaala cali baayiri maa araaka saraqta, inaad xadday sow ma aha? qaala ninkii baa yiri bala ha ile maa araaka, su-aal baa laga dhigay imika soomaaha maa araaka saraqta, haddii su-aal wax lagu yidi waa inaad bala tiraahdo, imika nacama doorala macnuu muxuu noqon lahaa? maybu noqonad. qaala cali baa yiri la falacallahu shubbiha laka,
ma laga yaabaa awrkana hadda inuu awraad lahayd u ekaaday. Marka xuduuddana saas oo kale qofka yani waa loo yeedhiyaa si uu u dafiro, inuu dafira loo yeedhiyaa, ma laga yaabaa awrkaaga inuu kaaga ekaaday? Qaala bala, yani may, qad saraqtu, may buu yidhi waan xaday, yani isku sii cadaynayaa dee. Qaala Cali baa yidhi fadhab bihi yaa qanbaru, qanbarnin wuxuu ahaa jallaad ah dadka dee xadka ku oga, fadhab bihi yaa qanbaru, qanbarow soco, waa nin magici. Fashudda isbacahu, gacmaha ka xid, wa awqidi naara, naarna shid, wadcu ljazaar, kii jazaarka ahaana isna u yeedhi dee waxjeedalka ku fujufaday, liyaqtaca, suu gacanta uga yeelo, waad saariqi. Thuma ndir, thuma ntadir, sug xataa ajiya, laakin ilaan ka imanaya xadka ku ogna. Falamaa jaa markuu Cali yimid ninkii la diyaariyay, qaala lahu Cali baa ku yidhi asaraqta, raawarka maad xaday, iminka arrinta waa xaqiiqo. Qaala la, fataraka, cumar Cali baa iska sii daayay. Qaalu yaa amiir almuminiin lima taraktahu waqad aqara laka, qaala aakhuduhu biqowlihi waatrukuhu biqowlihi. Ila markii hore waxaan ku qaaday hadalkiisa buu hadde, haddana hadalkiisa maan ku qaaday, yaa mar hadduu ma yiris. ثم قال علي بن ابي طالب اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سرق فامر فقطع يده ثم بكى نبي قال فقلت لما تبكي قال وكيف لا ابكي وامتي تقطع بين اظهركم قال يا رسول الله افلا عفوت عنه قال ذاك سلطان السوء يعني قف انت سوء قاعد حدود الهي حاكم دي مدحوينه ام قف هذا نقف كيس كسيدايا وسلطان السوء الذي يعفو عن الحدود ولكن تعافوا الحدود بينكم انت انا اني اسو غارن كهر دحدينا سكسي سامحه كذا في الكنز بحديث كان واخرج عبد الرزاق وابن ابي الدنيا وابن ابي حاتم والطبراني والحاكم والبيهقي عن ابي ماجد الحنفي ان ابن مسعود باءته رجل باء يمد بابن اخيه ولول الكدل وهو سكران في راي سكران صدن فقال الحير إني وجدت هذا سكران فقال الحير ترتروه ومزمزوه واستنكهوه ترتروه يعني دقدقاجية روح روحا ومزمزوه وترتروه بلا معنى تاي كدبنا واستنكهوه ارصدا بل إنه خمر أركاد كسر بحياء كريم فترتروه ومزمزوه واستنكهوه وارصدين فوجدوا منه ريح شراب خمر بك أوريان فأمر به عبد الله بأمر إلى السجن إن لحده ثم أخرجه من الغد بربك سوصاري ثم أمر بصوت حؤير جيدل وأمر اللان تمرها فدقت وحال قراعي أول جلعيي ثمرته لان تا تمرتها أفكي ظهري أيا لقر قراعي سيلو جلعيي يعني حتى أضت له وحي مركا النقطي مخفقة كلفش مركا النقطي كقف محل سوق هذا يلان لان تا لان تندي تمرت وعلين توح معها باش لحظة كتالة ما علين تتمرت كتالة أيا ولي بمحل سمين ولا دقيجين هيا أو ولا فتح لك دقيقة هتقول لك ودرق ساعة مركا يدو دي اسكا مرة أو كلاونها aya qofka marka lagu dhufanaya wuxuuna qofku waxba kama qaadaysaa taasidee waliba qofka sida soo socoto inuu gacanta sida ay yiraahdo lama baana ana saatrado waxa looga jeedayna waa maxay waa fadhiixad qofka in la fadhiixayo dadka la soo shirinaya halkaas la soo jeedin waa laan yar oo timir ah waliba waa laama ma aha meeshan dee qoriga ma aha waa laantan caleenteeda weyn waa caleenta timirta oo waliba la daqiijiyay oo la jilciyay sida mar laga dhigay yaa lagu garaacayaa wuxuuna waxba kama qaadaysa qofka dama xanuunan hayso xanuun weyn laakiin macnuhu waa fadeexa si qofku xumaanta waxaan looga tago xataa aadad lahu waxay u noqotay mikfaqatan intii baa u noqoshay yani darabaad yani saara thuma qaala liljallaad buu ku yidhi idrib wa arjic yadaka idrib ku dhufo wa arjic yadaka gacantaada soo celi bimanaatu sidaaha oranine sidaa dhe gacantaada soo celi wa acti kula cudwin xaqa xubin kastana xaqeeda gaadhsiida ku dhufashadana fadarabahu cabdullaahi baa darban gayra mubarixin darbid aan de xoog badnayn oo darbid amiiru kale iska qofde madaxa amar uu bixiyo de yar muxtaram ahaa ayuu ku dhuftay wa awjaca qiila yaa abaa maajidin mal mubarixu qaala darbu lumara ana waa darbin yar
في عند أميرها أمركيدة وأمر غير محترمة. قيل فما قوله أرجع يدك؟ قالوا حين لا يتمطأ إنه تهاجم معه ويرجع عنده ولا يري ين تس نددك محي إبطه كل كشي سدادو كل كشي تس محي قريقا تهي حوق بقول افتك. قالوا حين فاقامه في قباء أيو يعني تهاجم مقعد والسراويل. ثم قالوا حين بئس لعمر الله ولليتيم هذا يعني كل ماشي دي حدك لقوا أجيب وحير بئس وحاب لا يلي لعمر الله بان كدارته والي اليتيم هذا كان أقوم كاها والي يسي قفك مسؤول كهدين ما أدبت فأحسنت الأدب ولا سترت الخزي من أنا أستر من أنا أدبنن. ثم قال عبد الله بيري إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه دي حد قفك إيجاد والي قد مدحضها وحدك وانك أضم. ثم أنشى عبد الله بن وحب الله بن يحدثين وكورما فقال وحير أول رجل قطع من المسلمين رجل من الأنصار بوها أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما وحاد موذيسي أسف إن لغس يدي في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رماد يعني رماد كما محي يا وحن الرماد وهذا قرور حي واحد عيد وكلي وحن بارك وطوم دبايل شرمن انه واحد النبي عليه السلام يعني بورد مدح على السيره يعني ذر عليه رماد. فقالوا يا رسول الله كان هذا شق عليك والنبي عرفت بكحماضي قلت انك حد كان النبي وانه فلي وامر الهي لكن هذا قف امه النبي لو فينا النبي عليه السلام وكدن قضي كان هذا شق عليك ما لها انت سوى كو ادكاتي. فقال النبي حول عليه الصلاه والسلام وما يمنعني محيدين اي ادكاته وانتم اعوان الشيطان على صاحبكم إذن كنا الشيطان بعد ولكن أقول جرجاري سنة وادي سو جارسيسين هذه سو جارسيسين وين أرنتم؟ إن الله عفو يحب العفو وإنه لا ينبغي لوال أن يؤتى بحد إلا أقامه. إذن كم هذه سو جارسيسين إذن كالشيطان ولكن أقول جرجاريين. ثم قال النبي حين وليعفو وليصفح وعند عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال وحير إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد عليه ولو مقراتك عين حماتك الدعي فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع. فلما حد الرجل حتك قاضي نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أجي كأنما سفي فيه الرماد نبي حد موسى إني بورد يعني عيد وتع ماذا حلقه وشو بأنه وجهه. فقالوا يا رسول الله كأنه اشتد عليك قطع هذا قال وما يمنعني وأنتم أعوان الشيطان على أخيكم. قالوا فأرسله هذا بس كعفي هذا قال فهلا قبل أن تأتيني به انت ذن إيكين كهر حد سأسمي ويدين إن الإمام إذا أتي له بحد لم ينبغي له أن يعطله كذا في الكنز. قال عليه رحمة الله تعالى وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حلو كنت مع عمر في حج أو عمرة أيا لجوغي فإذا نحن براكب حج بان جوغي نبرو عمر أما عمر فإذا نحن براكب قف راكبه أو صار أمبا دق دق نغو صباحي. فقال عمر باير كوكو شيد كاركي أرى هذا يطلبنا وحرمان إنك عشانو إن الدون دونيو وعمر محلو يقاني فراسة حنو مريم نكاس ملاه إنكوا النوجي ذا. فجاء الرجل نكبا عمر سو جاري فبكى مسكوئي. قال عمر بايري ما شانك إن كنت غارما حدي الدين اللي يقول يدين كأوين هيو أعناك وإن كنت خائفا آمناك وإنك أمن جرين هنا إلا أن تكون قتلت نفسا هنا أجرق شيء مجاني وفتقتل بها وإن كنت كرهت جوار قوم هذا ضد اسكو حماتين دي ميلا اسلا جوكتين حولناك عنهم شقا دا وانكا بدلين هذا اسكو حماتين ضد كميشة كولا شقين هسين. قال وحيري إني شربت الخمر دم بيقى قوام حي خمر بان عبي وأنا أحد بني تيم ريب بني تيم نوانا هاي وإن أبا موسى نكي هالكا مدحضا كاها أبا موسى لشعرنا جلدني يعني حد كي بيقو قاضي وحلقني تماهنا ويقحيري وسود وجهي وجهي قلنا وحمد مدوب مريي وطاف بي الناس مقاردين ويقصوا ورجي عيبتها عيبين هيا
وقال وحير ولبا موسى لا تجالسوه ولا تواك ولا تأكلوه وحبنا هلا عننا وحبنا هلا فريسنا. فحدثت نفسي بإحدى ثلاث صدح الرموت صدح طلق أيان عمر وكت شريانو إما أن تخذ سيفا إن سيف قاتو فأضرب به أبا موسى أن أبو موسى قل لك جويو وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام إن هذا قبل الشام موسى مش وجوجو فإنهم لا يعرفونني تي هل كان إيو بصرية لول كان حولي خلاوا أن كل عبو بي شام أون لقاء قونن أيان اسكتك يا وإما أن ألحق بالعدو هي إن قال ضبا أقلو فآكل معهم وأشرب فبكى عمر رضي الله تعالى عنه يا إسكو أي عمر نو أنت سمح حكبا أنت قصي أن سمر إنه أردن متك سمح ما قال إساقلك قصي لما تف فبكى عمر وقال وحير فبكى عمر وقال وحير ما يسرني أنك فعلت مدنا أنت سمي سمجعلي وإن لعمر كذا وكذا وإني كنت مرك عمر نكيب الدجين هيا ولي مرها الدنبك شيد توبك يا كفرا مرك عمر محكوير وإني لكنت لا أشرب الناس لها في الجاهلية جاهلية دي ننك أقو خمري عبد بضم بان أنو أها أقو خمري سن أقو صخران سن وإنها ليست كزنا حق الدنبك نزنا دو كلامها خمري دو مرك أسيقو الدجين هيا دي توبة دي بأفر يا. وكتب إلى أبو موسى عمر بن رسالة قرية وموسى لشارب قرية حكوير السلام عليك أما بعد فإن فلان ابن فلان ذا التيمي أخبرني بكذا وكذا وأيم الله إلهي بن كرارتي إني إن عدت هداد مرضا بأبو موسى أرنت أتكون نقطه لأسودن وجهك إنان إيش وجهك مدوبين إنان كعقابي ولا أطوفن بك في الناس ساد كوسا مساكرنا ضد كان كوسو سوق لو سومرين دادو لو عايو عيبتا لو عيبين ددكا فان اردت هدا دونتو ان تعلم انك كعمل فشو حق ما اقول لك فعد كن نقو فامر الناس ان يجالسوه امر دم بخي وحا كترا ددكا نينكان لا فديستا ويؤكلوا ان الا عنا فان تاب هديو توبه اقبلنا فاقبلوا شهادته شهادتي ساقبل قال عليه رحمه الله تعالى ان انت سودان شيخ يوسف عليه رحمه الله وحين بيانين هيا وا مخي ان حدي ان شاء الله تعالى بدي اي خلاف اسلاميه ما دو سيدي لو دق ملها تاويل فعل المسلم قال عليه رحمه الله تعالى اخرج ابن سعد عن ابن ابي عون وغيره ان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ادعى ان مالك بن نويره ارتد خالد رضي الله تعالى عنه أيا وحوش غينك لير هذا مالك بن نويرة وردو بي بكلام هذا البلغه عنه كسوغاري فأنكر مالك ذلك بأنكر وقال وحير أنا على الإسلام ما غيرت ولا بدلت وشهد له وحننك لكن كم مخراتك عي أبو قتادة وعبد الله بن عمر فقدمه خالد بنك خالد بنك سوهر مريي وأمر وحو أمري ضرار بن الأزوري الأسدي نكاس فضرب عنقه وقبض خالد امرأته أم متمم فتزوجها خالد نكنا قال لهم كحكومي نكنا ودينا ناكتي سنة كل عديدة كبعد بقول سري فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قتله قتل مالك بن نويرة وتزوجه وتزوجه امرأته ناكتي سنة لقول سري مرك عمر باكوير لأبي بكر إنه خالد قد زنى فرجمه زينو كود عينك كان دقال لما من سجبا إن كريا بللي هيبه رجمي فقال أبو بكر بير ما كنت لأرجمه أنا ما رجمنا يو لماذا تأول نكن حيري يعني وتأويل سري تأويل كل حبيب قف أنت سيم ودو صح أنت مودو وحين قالت صوبه فأخطأ نكنا هو تفسير سديو سب موتيو سيدنا قلت بكودعي مركا أما بريرين زينو قال عمر بن فإنه قد قتل مسلما فاقتله هذا بخير القف مسلم هو الدليل أدل قال حر ما كنت لأقتله مدليو تأول نكنا سب موتي فأخطأ قال عمر بن فعزله هذا بك قدوة يمشى
قال حر ما كنت لأشيم سيفا أنو سيف حيري مقرن هيو وقل مقرن هيو سله الله عليهم أبدا على المشركين. لكن حديثك حقا هوري ولي هي وشهد له أبو قتادة بل انت سويق وحان أمالين وحان أمقراتك يعني إنو ننك يعي يعني إنو ردوبين إنو أسقع أمقراتك يعني ما هين خالد أمقراتك يعني بصير رب صلى الله عليه وسلم. قال عليه رحمة الله تعالى بغض الذنب للمذنب قفك معصية كجيرة داركتو إن المعصية دا نعضو إذا قفك نعين. أخرج ابن عساكر عن أبي قلابة أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه فقال أبو الدرداء أرأيتم لو وجدتموه في قليب ورنك نسوق عيل كجر هذا ركتان ألم تكونوا مستخرجيهم إذا كسوسارتين؟ قالوا بلى. قال أبو الدرداء فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا أفلا نبغضه؟ قال إنما أبغض عمله فإذا تركه فهو أخي. كذا في الكنز. وأخرج أبو النعيم في الحلية عن أبي قلابة مثله. وأخرج أيضا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حين إذا رأيتم أخاكم ولا لك أقولك الأركتان قارف ذنبا أسوق الذنب يكون لحجرة فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. ذنب بوب كجرة عيل بكجرة الشيطان ها أقرقارين عليه سيلو قرقاري وين ترى هذا اللهم اخزه اللهم اخزه الا اله وهج بلا يكون عدلها بارتو شيطان بدو سي قرقارتي اي محايد اللهم لعنهم ولكن سلوا الله العافية الهي وديست عافية من وحنا الهي ذنك عافية ذنك يا سقبا. فإن أبو يري صحابي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هدانو أن كنا هاي صحابتي النبي محمد كنا لا نقول في أحد شيئا قفنا ما ننحكمين حتى نعلم على ما يموت إلى أن أغنو حكم دمنا هيو. فإن ختم له بخير علمنا أنه قد أصاب خيرا وإن ختم له بشر خفنا عليه. مركتو حيكو تسي إن قف نول أذن إسكو بأمين صلاح دوني كار قف قلقيا بدأين أذكا قد يتو لكن عبرضوا محيي مرتدو وخواتمتا سيقف من كل دمنا يا الله أعلم. قال عليه رحمة الله تعالى سلامة صدري من الغش والحسد إن شاء الله قصدنا أن أقدم بيسين. أخرج أحمد بإسناد حسن والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نبي غيري يطلع الآن عليكم وحايد كسوا بحدونا رجل من أهل الجنة فطلع رجل باصبح من الأنصار تنطف أي كدائس لحيته من وضوئه قد علقنا عليه بيده الشمال لبدي سيقلقين كبوضنا كو قبصر محي. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى سيق به كدائيان كبهنا سيد وطن. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأول. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص يعني كي الراعي فقال نكي بقول إني لا حيت أبي ورأبه بن إسديدني فأقسمت وحن نذري أني لا أدخل عليه ثلاثا صدح عشان كوري أبك ومسوق لي فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت حيث صدها عشاء إني هذا وأركت هذا وإن هذا مرتقلي سي مرتقلي. قال نكي بايري نعم. قال أنس بايري فكان عبد الله يحدث وحشك أنه بات معه تلك الثلاث الليالي فلم يره يقوم من الليل شيئا قيام الليل أسكح بالشيء قيام الليل مبالهين بسكح شيئا يعني ونكرة غير أنه إذا تعار إلا أنه إذا تعار مركز برارقه تقلب على فراشي فراش كيسو اسكو روك روك جيري قل كسو براروك محسن مجري ذكر الله اللو حسي لا إله إلا الله وحلم لها وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله حيري غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا نكا وحكرا ودع عمله ووينا قوارك مجرو عرب كيسا ولكن كأتكا وحن خيرا كما مقلب يري وانا خسر ضوء وقو أدك بتاسي يدا قيم ليلك كذا صدقاتك كذا جهادك كذا خروجك كذا انا عرفك قبطاي. فلما مضت الثلاث ليالي وكدت ان دواداي ان احتقر عمله حنشر ورنكر وحا ما هي ما حنبي كو امانيه مخو اها
قلت يا عبد الله أدونك إلهيو لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرات يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة فطلعت أنت ثلاث المرات فأردت أن آوي إليك وحان دون إنا كسو قارو وان دادك كسو هيدو فأنظر ما عملك فأقتدي بك عمل كاغا إنا أركوهن قد إذا دوني فلم أرك عملت كبير عمل عمل وين أنكو كما أرك فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نوح إنك ردو حسوك ينو عمل وين كو أركو لكن دا عماش الله بوقع بسانتا طول أرك يو بني آدم كو أرك يو يتو أرك يا يو الله أرك أو تنا أرك سادة دا وحب أرك ويدا تو إلهي أرك يا جرتا تيبو مركا كوي بني آدم كو أرك يو فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما هو إلا ما رأيت وحاذا أركت وحانا هين أنا ما قرانا وحب حسوسا وايبا فلما وليت مركان دبجيك سيدي وحكى لحسوسي دعاني فقال خير ما هو إلا ما رأيت غير أني إلا أني يعني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه لبدا خسلو شيء وانا لبدا خسلة أدق سان شيئين عمل كستنا كأدق إن قلبي غاغو ونظيف يعني كي هي أما سلامة الصدر وعمل كأدق أدق وقف بني آدم هي جارو أنك إن قف بوحب وين فقال عبد الله باير هذه التي بلغت بك خصلة هي عمل كان تناكو جارسي سيبو يلي ما شاء الجارد هذا نين كان عبد الله بن عمرو بن عاص وأنك اللي جوك كرواي مالنا صون مالنا أفطر نبي يقول أنت هكذا بدم كرا والقرآن كبل حفظ من الآخر مي تضبط آخر مي صدح الشوب وسجيري كل كنا بيقول صدح الشوب القرآن كختم مي بهذا نير رسول كلا يوم لكن نبي كوجوجي صدح عيشو صوم داود كوجوجي يا هذا نوع حولي يا هاي يعني هذه التي بلغت بك حاجة دمنا حول اعتراف دونا تنتوا أين كرين بينتين ورواه أبو يعلى والبزار بن حيو وسمى الرجل المبهم سعدا وقال حين في آخره فقال سعد غير ما هو إلا ما رأيت ابن إيه ابن أخي إلا أني لم أبت ضاغنا لم أبت مسيح يعني وريب لي ضاغنا أنا حاقد حاسد على مسلمين أو كلمة نحوها زاد النسائي في رواية له والبيهقي والأسبهاني فقال عبد الله هذه التي بلغت بك تنا مشاكو قارسي سي انظروا محيور شاكو وهي التي لا نطيق عبد الله بن عمرو محولي هاي تنتو أنكر إنو ننكي مالنا إنو صومو مالنا إنو أفطر الديدي إلا وحكا بضم بانكرا القرآن كلام مالن كستان ختم يا أيها دنا حولي وهذه التي لا نطيق كنتوا عن كرينا ما كذا في الترغيب قال الهيثم رجاه أحمد رجال صحيح وكذلك أحمد وكذلك أحد إسنادي البزار إلا أن سياق الحديث لابن لهيعة انتهى وقال ابن كثير في تفسير لحديث أحمد وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين انتهى وأخرجه أيضا ابن عساكر ورجال الصحيح وصم الرجل سعد بن أبي وقاص وفي آخره فقال ما هو إلا الذي قد رأيت غير أني لا أجد في نفسي سوءا لأحد من المسلمين ولا أقوله حمانا ما إره هذا أنه يريد قال هذه التي قد بلغت بك وهي التي لا نطيق كذا في الكنز وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم قال حين دخيل على أبي دجانة رضي الله تعالى عنه بالله سوق علي وهو مريض سوق بك وأنا حنوك كل انتي الظاهر وكان وجهه يتهلل وجهي سنوه وإفتيمي وأنا ننسى كرادة كان نور إيه دي سكراد اسمالي وكان وجهه يتهلل فقيل له ما لوجهك يتهلل ما حاكو دعي وجهك والله نور يا فقال ما من عمل يعني وحوش أجي السببت ما من عملي شيء مجرى عمل كيغا وح أوثق عندي من اثنتين أبو الدجانة وننكي يعني جهادك تعرفون يعني وننكي مالكي غزوة أحد أنتو محن سمية يا ها يا قاضي وكها نعم هدنا وكن ما من عملي
شيء أوثق عندي من اثنتين، أما إحداهما مكود لبدا عمل وامحي، فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني. واضح. فكنت لا أتكلم إلا فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين سليما. هذا غزوة أحد حضر مع من؟ هذا ما شيء جيمك. واضح. وانك قال لك رجع جابي ما شيء جي، ومهاجر هجري دي ما شيء جي، وجهاد جهاد كي ما شيء جي، يعني جهاد كي يخروج كي يددال كي وحاس ولا وح كم يمسنا ومحي ولا بدنا عمل. يعني انت اصلا مشي كريد انه هجري دي شيء جهاد كي شيء خروج كي شيء قاجد دي شيء دجال دو قال شيء، لكن وحاس ولا وح كلام يمسنا لا بدنا عمل. فكنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وأما الأخرى فكان قلبي للمسلمين السليما. وإذن كارك مركو سيدي من هي قلبي من وجه جيسو وحونا حسوستي لبدي عمل أقوم مهم السناء.